السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد مبارك على جميع المسلمين في جميع بلداننا العربية. برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان، تشافي يضع نصف قدم بالنصف نهائي. كيف فاز برشلونة على باريس سان جيرمان في هذه المباراة؟ حنحكي بهذه التفاصيل في هذه الحلقة، فتابعونا. أهم شيء ذكرناه في الحلقة السابقة، هل بإمكان برشلونة هزيمة باريس سان جيرمان؟ هي أن تشافي حيظل سابق لويس إنريكي بخطوة، وله الأفضلية دائما على لويس إنريكي، وبالفعل هذا الذي حصل في المباراة. برشلونة بدأ هذه المباراة بترتشيجن على حراس المرمى، كوندي على اليمين بالعمق، كوبارسي وأيضا أروخو على اليسار، كانسيلو اللي تعودنا كنا دايما نشوفه بمراكز متقدمة، أيضا بخط الوسط الثنائي دي يونغ وسيرجيو روبرتو كارتكاز، على اليمين رافينيا ويامان، أيضا بالهجوم ليفاندوفسكي وغاندوغان. هيك شكل برشلونة تقريبا طيلة فترات المباراة ب4-4-2. بالشوط الأول برشلونة قدر يلعب بثلاث طرق، أولا تسكير مساحات على أسلحة الدمار الشامل لدى باريس سان جيرمان اللي هن ديمبلي ومبابي، فكنا عم نشوف رافينيا عم يغطي مع اللاعب كانسيلو، وأيضا كوندي كان عم يغطي معه لامين يامال على مبابي، فكان حتى برشلونة كان دائما عم بيفوز بالثنائيات بين مبابي وديمبلي. الطريقة الثانية هي ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي فعلا كان تشافي دارس هذه المباراة، فعلا كان دارس الخط الدفاعي لدى فريق باريس سان جيرمان، فكان عم نشوف ليفاندوفسكي دائما عم بيكون مغطى على المحور، كان عم بيقدر يصنع لرافينيا المساحات مثل ما شفنا بالخمس دقائق الأولى تقريبا الانفرادية اللي خلصها دوناروما أمام رافينيا، وأيضا عندما صنع الهدف ليفاندوفسكي للامين يامال، لامين يامال ثم إلى رافينيا. وايضا كثير مهم انه نعرف انه كان كل ضربه راسيه كان عم بفوز فيها ليفاندوفسكي، ففعلا كان هو عم بيكون السند القوي او الاتصال كمان ايضا بينه وبين تير شيجن. هالكرات العاليه كان دائما عم تريح برشلونه ودائما عم تفوق برشلونه بالثنائيه. ايضا لازم نعرف انه رافينيا او بالاحرى تشافي هرنانديز قلب الادوار، فكان بدل ما مبابي وديمبلي هن الاجنحه السريعه في هذه المباراه، كنا عم نشوف رافينيا هو الاسرع، رافينيا هو كان الاقوى على الجهه اليسرى، وكان دائما عم بيقدر يفوز بالسباقات مع الظهير الايمن او مع المدافعين لدى باريس سان جيرمان. فتشافي هرنانديز قدر بهذه الثلاث خطط اذا فينا نسميها انه يقدر يفوز بالشوط الاول ويظهر متقدم بهدف نظيف. بالشوط الثاني قدر باريس سان جيرمان انه يصلح اخطائه، دخل باركولا محل اسينسيو اللي قدر يعمل خطوره هجوميه اكثر على مرمى تير شتيغن، وايضا لاعب سريع لاعب مهاري قادر انه يعمل زعزعه بدفاعات البرشلونه. ايضا مثل ما كنا توقعنا او كنا متوقعين انه مبابي يدخل الى نص الملعب، كان ديمبلي هو اللي عم يدخل مع نص الملعب وكان عم بيكون اقرب الى امبابي، وفعلا هذه الخطه نجحت مع باريس سان جيرمان وقدر يسجل هدف ديمبلي ثم يضيف الهدف الثاني لتصبح بالدقيقه 60 تقريبا النتيجه 2-1 لفريق باريس سان جيرمان. الامور عم تتحول بشكل سريع، باريس سان جيرمان عم يتقدم بالنتيجه، برشلونه كيف سيصلح الامور؟ عم بيخرج دي يونغ اللي كان عائد من الاصابه، ولكن كان عم بيكون ايضا جيد جدا بالشوط الاول، ولكن هل أدي دوره لفرانك ديون في هذه المباراة؟ عم يدخل بادري أيضا العائد من الإصابة، عم يتبادل الأدوار، كريستنسن كمان عم بفوت بحل سيرجيو روبرتو، وبلمسة سحرية بادري بينقص برشلونة، لأنه فعلا رجع لهالمباراة بهذه اللمسة السحرية اللي على رافينيا، ورافينيا سجل هدف التعادل، هدف جميل جدا، وبادري قدر أنه يخلص برشلونة انه يرجعه للمباراة بقوة ذهنية كبيرة وبفضل هذا الهدف من رافينيا. اعزائي المشاهدين، في بعض اوقات المباريات قد ما كان المدرب او حتى مدرب الخصم يكونوا اقوياء، دايما في لاعب اللي هو بيكون السوبر ستار لازم يكون موجود ويقدر يخلق الحسم، يقدر يعمل المستحيل في ارض الملعب لحتى ينجح فريقه. فمبابي اللي هو السوبر ستار كان بهذه المباراة، عم نحكي بين الفريقين ببرشلونة وباريس سان جيرمان، ما بعتقد في أكبر لاعب قيمة من مبابي كان بالمباراة. مبابي ما قدر إنه يسعف باريس سان جيرمان، ما قدر يقودهم إلى بر الأمام، ما قدر يحسم هذه المباراة، فبرشلونة اللي كان جاهز ذهنيا أكثر من باريس سان جيرمان قدر يخلص هذه المباراة. فبالفعل بالدقيقة 76 وبخطأ دفاعي وتمركز عبر ركلة ركنية بسجل كريستنسن الهدف الثالث لبرشلونة. برشلونة
قدر انه يلعب هذه المباراة مثل ما بده، تشافي قدر يرسم حدود هذه المباراة مثل ما بده، وقدر يتفوق على لويس انريكي. فبالفعل بالتفاصيل الصغيرة جدا قدر برشلونة يفوز بهذه المباراة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. أما بي اس جي فهل هو قادر انه يظبط من اموره بمباراة الاياب؟ هل هي مباراة الإياب حتكون حاسمة لبي اس جي، أو برشلونة حيعيد الكرة وحيقدر يتعامل بهذه بمباراة الإياب مثل ما تعامل مباراة الذهاب ويفوز وينتقل إلى الدور النصف النهائي؟ طبعا الثلاثاء أو الأربعاء القادم هن حيكونوا مباريات الحسم لمباراة برشلونة وبي اس جي، حيكونوا نقطة اللا عودة بالنسبة للفريق الخاسر، وحيكونوا نقطة الأمل الكبير بالنسبة للفريق الفائز. كنت معكم أنا حسن صالح، تابعوني دايما على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى تيك توك، بنشوفكم بحلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.